هل سبق ولاحظتم أن هناك فرقا في أسعار بعض المنتجات بناء على لونها أو المستهلك الذي سيستخدمها؟ ذلك ما يسمى بالضريبة الوردية، التي تعني زيادة ثمن منتج ما ستشتريه النساء عن منتج من النوع نفسه مخصص للرجال. إدارة شؤون المستهلك في نيويورك أجرت بحثاً على 800 منتج من 100 علامة تجارية، ووجدت أن المنتجات النسائية تكون أغلى من غيرها بنسبة 13%، كما أن الإكسسوارات وملابس النساء هي أغلى بنسبة 7%. دراسة أخرى في الولايات المتحدة أيضاً أجرتها Joint Economic Committee Congress توصلت إلى النتائج نفسها، وكمثال وجدت أن أسعار تنظيف القمصان النسائية في المغسلة تفوق أسعار تنظيف قمصان الرجال بأكثر من 90%. وهذا التفاوت في الأسعار يبدو ملموساً أكثر حينما يتعلق الأمر بمنتجات العناية الشخصية التي يستعملها النساء والرجال كالصابون وكريمات الترطيب ومزيلات التعرق، بل حتى مسكنات الألم الخاصة بالنساء تكون أغلى ثمناً من المسكنات العادية رغم أن المفعول واحد حسب تركيبة الدواء. تقرير Global Gender Gap أو الفجوة العالمية بين الجنسين الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 2022 دعا إلى القضاء على هذه الضريبة لضمان العدالة الاقتصادية بين المستهلكين نساء كانوا أم رجالاً، وقد بدأت دول مثل أستراليا وكندا والهند بالامتثال لهذه المطالب، في حين لا يزال مشروع مماثل لإلغاء الضريبة الوردية مطروحاً لتصويت الكونغرس الأمريكي بعد أن قدمته النائبة الديمقراطية جاكي سبير العام الماضي.